من بداية دراستي من صف أول وأنا متفوقة، لكن التوجيهي امرضت وتعبت كتير، لكن درست بكل حب. يوم نتيجة توجيهي كان 99. بعد فرحة توجيهي صحينا على الواقع الصعب إنه الجامعة الرسوم كيف تيجي؟ فش مقدرتنا رسوم حتى لأبسط تخصص في غزة. لما تم قبولي في الريتش كانت فرحة أحلى من فرحة توجيهي، لأن الريتش هي الأمل الوحيد اللي حيساعدني إن أحقق أحلامي وأحلام عائلتي في واقع أفضل. We have given hope and we have changed lives.